مؤتمر الشباب السابع خلص بسرعة أوي السنة دي، يعني الواحد ملحقش يستمتع بحفلات التطبيل والنفاق والتهليل زي المؤتمرات اللي فاتت. ما تعرفش كانوا مستعجلين على ايه، ولا سيادة الرئيس بقى عنده سرعة قذف في مؤتمرات تفهمش يعني. وبمناسبة موسم الحج عاوزين نقول ان البلد مليانة موارد وثروات مهدرة ما بنحاولش نستخدمها، يعني لو استغلينا حب الناس لسيادة الرئيس مثلا وأجرناه للسعودية يقف يومين بس مكان ابليس في رمي الجمرات، شوفوا هنكسب قد ايه. للأسف محدش بيفكر في مصلحة البلد. معدل الفقر في مصر يرتفع إلى 32.5% من عدد السكان، رغم أن البنك الدولي أصدر في شهر مايو اللي فات تقرير قال فيه أن حوالي 60% من سكان مصر فقراء أو معرضين للفقر. جهاز الإحصاء الحكومي أعلن عن رقم أقل بكتير من رقم البنك الدولي، وقال أنه 32.5% من المصريين وقعوا تحت خط الفقر، منهم 4.7% في الثلاث سنين اللي فاتوا بس، في زيادة تعدل أعلى في حوالي 20 سنة. الرقم اللي فات رغم أنه مخالف لكتير من التقارير الدولية ومن الواضح أنه متفصل عشان يطلع بأقل الأرقام الممكنة، إلا أن الرقم بينذر بكارثة حقيقية. احنا بنتكلم عن أن تلت سكان مصر تحت خط الفقر بتقرير رسمي حكومي، يعني الحكومة عارفة أن تلت الشعب مش عارف ياكل ولا يتعلم ولا يتعالج. بنتكلم عن أكتر من 5 مليون بني آدم كانوا في الطبقة الوسطى وفجأة لقوا نفسهم تحت خط الفقر بسبب اللي بتسميه الحكومة إصلاح اقتصادي، بينما هو لا إصلاح ولا ليه علاقة بالاقتصاد، هو إفقار اقتصادي، تدمير اقتصادي، هبل اقتصادي. احنا كمان هنفترض أن معايير جهاز الإحصاء الحكومي في تحديد نسبة الفقراء معايير صحيحة، لكن من حقنا نسأل هل فعلا الشخص اللي دخله السنوي أكتر من 8827 جنيه في السنة اللي هو مرتب شهري معقول عشان تعيش حياة طبيعية، هل ده يقدر يخلي الشخص ده يكمل أسبوع واحد من غير ما يقف على باب السيدة؟ الرقم ده معناه إن الدخل الشهري 735.5 جنيه. فممكن الجهة اللي أصدرت التقرير تقول لنا الطريقة اللي اعتمدت فيها على تحديد خط الفقر بالرقم ده، وتقول للفرد اللي مش فقير اللي دخله في الشهر 800 جنيه إزاي بطريقة سحرية يحافظ على نفسه فوق خط الفقر ويقدر يشرب وياكل ويلبس ويتعالج ويدفع انتقالاته وفواتير الميه والكهرباء والغاز والتليفون وايجار البيت. بالمناسبه ارقام البنك الدولي بتقول ان معدل الفقر العالمي تراجع من 11% في سنه 2013 الى 10% سنه 2015، وفي توقعات للبنك الدولي بانخفاض معدل الفقر العالمي الى 8.6%. يعني الفقر بيتراجع في العالم كله واحنا في مصر طمعانين في الفقر لوحدنا عاوزين ناخده كله عندنا. ارتفاع نسبه الفقر بين خريج الجامعات وانخفاضها في الاميين، تحس ان البلد بيقول لك عيش جاهل تكسب، اتعلم مش هتلاقي تاكل. طب ما احنا نتكل على الله بقى من واحنا صغيرين ونتعلم صنعه تنفعنا، طالما اول ما نتخرج هنقع تحت خط الفقر ونتفرم مع الطبقه المفشوخه تحت. السيسي عن بيع شقق المنصوره الجديده، الناس مش فقيره زي ما انتوا فاكرين. لا بقى انا بقى في المنصوره اروح اصيف في اسكندريه ولا اطلع على المدينه الجديده اللي بنعملها في المنصوره. طب بالمناسبه بقى هو مين النهارده الدكتور مصطفى لما بنراجع الموقف بيقول لي كل الاسكان اللي اتعمل في المنصوره تقريبا يعني الناس مش فقيره زي ما الناس فاهمه كده اتخذت كل حاجه. شكرا جزيلا. يعني الجهاز الحكومي بيقول ان تلت الشعب مش لاقي ياكل، وانت بكل بساطه بتقول الناس مش فقيره. وبعدين حكايه انك مش عاوز تاخد حد من المنصوره يصيف في اسكندريه دي، عاوزهم يصيفوا في ترعه المريوطيه مثلا. مدبولي معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%، وهذا انجاز هائل. طبعا ما هو طالما السيسي قال الناس مش فقيره يبقى الحكومه كلها لازم تقص على قلب رجل واحد. على فكره مدبولي هم 4.7% مش 4% بس، عشان تفرق حوالي 700,000 بني ادم. وبعدين هو لما تلت المصريين يبقوا تحت خط الفقر يبقى ده انجاز؟ هو انتوا بتتنافسوا على مين اللي هيفرق الناس اكتر؟ ولما 33 مليون واحد تحت خط الفقر يبقى انجاز، امال انت عاوزهم كام؟ 99 مليون اللي 100 وال100 دول تبقى انت وسيسي وحبايبه يعني؟ رئيس الحكومه المواطن حاسس بالاصلاح الاقتصادي، هو من ناحيه حاسس فهو حاسس الصراحه، لكن حاسس باصلاح ولا نخوره دي بقى حاجه سيادتك بها اعلم انت وسياده الرئيس. السيسي يزف بشرى للمواطنين، الاصلاح الاقتصادي ينتهي هذا العام. والله انا خايف للمواطنين هم اللي انتهوا اخر السنه والسيسي يطلع يكلم نفسه في الاخر وما يلاقيش مواطن افا يتحمل الاصلاح الاقتصادي. السيسي نحتاج 18 تريليون جنيه لحل جميع مشاكل الدولة، يعني الإصلاح الاقتصادي هينتهي آخر السنة وبعدين عاوز 18 تريليون جنيه عشان نحل مشاكل الدولة، ولا أنت تقصد الإصلاح هينتهي وهتدور فينا الضرب بعدها؟ وسيادتك 18 تريليون دول مش كتير شوية؟ ولا عاوز كل واحد من الشعب اللي تحت خط الفقر يتبرع كل يوم بربع تريليون على الريق مثلا؟ السيسي لمديرة جلسة التحول الرقمي، سيب الأحزاب تتكلم زي ما هي عايزة. أحزاب؟ طب والأحزاب دي صوتها هيتسمع من لبان طرق شديد الحراسة للعاصمة الإدارية؟ ولا تقصد أحزاب إيه بالظبط؟ الكلمة يعني تحس إنها كلمة غير اعتيادية، ده اللي بيفكر بس يقول حزب
الحزب يا بيتلفق له قضيه زي زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد، يا بيطرد من البلد وما بيعرفش يرجع زي عمرو حمزاوي واسلام لطفي، يا اما بيختفي ومحدش يعرف عنه حاجه زي مصطفى النجار، يا بيتراقب كل يوم 12 ساعه في الاسم زي احمد ماهر وعلاء عبد الفتاح. مش بس كده، ده الموضوع اتطور لدرجه انكم بقيتوا بتقبضوا على مؤيدين حسني مبارك وبتخلوا عندهم قضيه ينضلوا عشانها، ده غير ان علاء مبارك نفسه خليتوه اخوان. السيسي 25 مليار جنيه لتنفيذ عقل جامع لبيانات الدوله بمكان امن على عمق 14 مترا. نهار ازرق، هتعملوا حفره تحت الارض ب 25 مليار جنيه عشان تحفظوا بيانات الدوله؟ طب ما تجيبوا 25000 جنيه وانا احمل لكم البيانات دي على هاردات احسن. وبعدين تحت الارض ليه؟ نعامه. وزير التموين: من يمتلك سياره موديل 2015 بالنسبه لنا غني. وسع للاغنياء يا عم الحاج، اي حد عنده عربيه من 4 سنين وزير التموين بيبشره انه غني. الحمد لله بقى، الف مبروك، بس يعني انا اعمل حاجه غلسه بسيطه كده، هنحرمك من بطاقه التموين والدعم خالص عشان تحرم تشتري عربيه يا خلبوص. على كل حال يا سياده الوزير، ما تقلقش، اللي معاهم عربيات اصلا مش كتير، يعني حاول تدور على اي حاجه غير العربيات، زي مثلا اللي عنده طبق دش او تلفزيون، لان بيانات المركزي للاحصاء بتقول ان 7.6% بس من الاسر المصريه عندهم سياره خاصه، والريف اللي اغلبه بيعتمد على التموين مفيش غير 3.2% من الاسر اللي معاهم عربيات. ولو بتفكر تشوف حاجه ثانيه اقل من العربيات عشان تقول اصحابها اغنياء ما يستحقوش تموين، اللي عنده موتوسيكل في المدن حوالي 5%، وفي الريف بقى 13.9%. اتكل على الله بقى وقول ان اللي عنده حماره غني. 14.5 مليار دولار مستحقات الدين الخارجي خلال النصف الثاني من 2019. طب الدوله هتجيب المبلغ ده منين؟ ده احنا عاملين حفله عشان خدنا الشريحه الاخيره من صندوق النقد، ودي قيمتها 2 مليار دولار بس، والقرض اللي بدا من 2016 لحد دلوقتي قيمته الكليه 12 مليار دولار. يعني احنا ناخد 12 مليار دولار شحات عشان الحال صعب، ومطلوب مننا نسدد في 6 شهور 15.5 مليار. السيسي للمصريين: اعتبارا من منتصف 2020 نقدر نتحاسب بجد. موضوع نتحاسب بجد ده بيحسسني انه بيبني سجون تساعد 99 مليون مصري، ربنا يستر والله. مدبولي: الرئيس قال لي مش هناكل ولا نشرب غير لما نقضي على الاماكن غير الامنه. ده انتم على كده المفروض انكم ميتين من زمان يا مدبولي. وبعدين هو احنا من امتى بنقضي على الاماكن الغير امنه نفسها يعني منطقه ما فيهاش امان هنفجرها؟ يا استاذ مدبولي، انت رئيس الوزراء ولازم تختار الفاظك. طب قول هنوفر الامان للناس بدل شغل ما ناكلش وما نشربش وتلاجتي ما فيهاش غير ميه. ده السيسي الى الشباب: يلا عشان تيجوا تستلموا المسؤوليه وتبقوا معانا. يستلموا ايه بس يا ريس؟ هي شقه 90 متر في حدائق القبه؟ ده انت عامل دستور مخصوص عشان تلزق في الكرسي لحد ما الشعب يموت. لا، ولو المده الدستوريه يعني خلصت بعد عمر طويل كده ويكون ولاد ولادنا اتجوزوا، هتلاقي اصحابك بيطالبوا بتعديل دستوري عشان تفضل 100 سنه كمان في الحكم. السيسي: مصر لن تتعاقد مع اجانب لتدريب منتخبها الوطني. لا، احنا بنقترح ان سيادتك اللي تدير المنتخب وتضرب بيد من حديد، او حد من الساده ضباط الجيش يدير هو ويجيب شويه عساكر صاعقه يلعبوا في المنتخب لغزو افريقيا والعالم كرويا، عشان المدنيين والاجانب بوظوا الكوره خالص الصراحه. انزل لهم الملعب بدبابه يا ريس. الرئيس معلقا على كوميكس ساخره من الاوضاع المصريه: بشكر الشعب اللي كاتب كده ومستحمل. هو دلوقتي الشعب اللي بيسخر من الاوضاع الاقتصاديه بقى مستحمل مش مكبوت ولا متثبت بالسلاح؟ السيسي: مصر تخوض معركه البقاء والبناء نيابه عن الانسانيه. تخيل ان نظام السيسي اللي حابس حوالي 60000 سجين سياسي حسب ارقام الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان بيخوض معركه البناء بالنيابه عن الانسانيه كلها، ولا انت تقصد بناء السجون؟ السيسي: لولا المصريين ما كنا لنعبر التحديات او نحقق الانجازات او يستجيب العالم لرؤيتنا. والله يقولوا لك يا ريس، كانوا المصريين بقوا زي بقيه العالم اللي عايشه حياه طبيعيه، بس نعمل ايه بقى؟ نصيبنا. السيسي: كل ما تشتكوا اشتغلوا اكتر، كل ما تتضايقوا اشتغلوا اكتر. احنا عندنا الوضع في مصر كده، كل ما نتضايق والحال يبقى مش ميسور والعيشه صعبه ومصلحه المواطن الريس عمال يصب فيها، ما نروحش نقول للحكومه والسيسي عمله، لا، نشتغل على طول ونتبرع بالفكه اللي بنقبضها لصندوق تحيا مصر. نشتغل ونتبرع، نشتغل ونتبرع، وهكذا لحد ما نموت. السيسي لوزير الماليه: في فائض ومنشفها علينا ومغلبنا. وزير الماليه، وزير الماليه، انت مع فائض والعمليه ماشيه معاك كويس، مكنشفها علينا ومغلبنا، ادي رقم قول يا فندم هحط الحقيقه كريمه رقم دلوقتي. احنا كدوله حضرتك يعني مش اقل من، احنا ما بنتكلمش غير في الحاله ديت بالايه؟ بالمليار، مش كده؟ قال يعني وزير الماليه ده بياخد قرار من دماغه مثلا وما بياخدش اوامر مباشره من السيسي، وعاجبني قوي منشفها علينا دي، كان السيسي ذات نفسه منشفها على نفسه واحد مننا وكده يعني. السيسي: الاجهزه الامنيه في صف الراي العام. لا حول ولا قوه الا بالله، الاجهزه الامنيه كمان اتسجنت مع الراي العام؟ طب امال مين اللي هيحمي البلد من السياسيين والصحفيين والحقوقيين والعيال بتوع السوشيال ميديا؟ الراي تعلن خطتها لمواجهه انخفاض ايراد النيل 5 مليارات متر مكعب. الخبر ده بنسمعه كل فتره، لكن الحقيقه انه المره دي غير كل مره، وخاصه مع الخبر الثاني
بيقول ان الحكومة بتنفي استخدام مياه الصرف المعالجة في الشرب بعد انخفاض ايراد النيل. موضوع النفي ده بيجي بعده تطبيق على طول، يطلع يقولك الحكومة تنفي ارتفاع سعر تذكرة المترو، الحكومة تنفي رفع الدعم عن المحروقات، الحكومة تنفي رفع فاتورة الكهرباء، وبعدها هوب تلاقي القرار اللي الحكومة سربته وبعدين نفته بيتطبق، وخاصة لما تشوف الفيديو القديم ده. وبسجل معاكم يا مصريين ان بيتعمل دلوقتي اكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مية الصرف والتحليل. احنا بنتكلم في ارقام كبيرة جدا، بس هي مش معمولة طرف ولا معمولة عشان احنا نقوله احنا قاعدين دلوقتي احنا بنعملها عشان بنعمل اكبر مشروع، لا، احنا بنعمله عشان نحل بيه مسألة محتملة، وانا مش عايز اتكلم اكتر من كده. بحل بيه مسألة محتملة، مش ممكن هنسمح ابدا ان يبقى فيه مشكلة مية في مصر. فارجو ان انتوا تفهموا النقطة دي كويس. كده يبقى مية الصرف الصحي هتتباع في أزايز بعد كده، هنحل مشكلة النيل بأننا نشرب من الصرف الصحي. شفتوا العبقرية؟ مذيع الحدث يكشف تفاصيل العفو الرئاسي عن 513 سجينا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وباشرة اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحق الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 385 نزيلا إفراجا شرطيا. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفيرا أوجه رعاية مختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. زي ما أنت قلت يا أحمد، طبعا دي لفتة إنسانية جميلة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طبعا بنحب نشكره عليها. تطبيق المفهوم السياسة العقابية بمفهومها الحديث أهم حاجة بنقدر إن احنا نضيفها للمجتمع الحديث اللي احنا موجودين فيه. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا لفتة تطبيلية عابرة للقرارات دي، الرئيس بيحبس الناس ويعفو عنهم، حبسهم ليه وعفى عنهم ليه مش مهم، المهم إنه أصدر قرار عفو عنهم وخلاص بمناسبة العيد الكبير عشان يبقى إنجاز ضمن إنجازات سيادته. وكل سنة وأنتم طيبين. طب فين الأخبار عن علاء عبد الفتاح ومصطفى النجار وابراهيم عز الدين وغيره؟ منتظرين سيادته يعلن تدخله بالعفو والافصاح عن اماكن المختفين. علاء عبد الفتاح يطعن لقضاء ساعات المراقبه الشرطيه بمنزله بدلا من قسم الدقي، ويجي بعد كده يقول لك مصر بتعلم العالم الانسانيه وحقوق الانسان كويسه وجميله. الراجل بيبات كل يوم في القسم من 6 بالليل ل 6 الصبح بعد فتره حبس استمرت اكتر من 5 سنين، وده عشان مظاهره مش عشان مثلا اعدم ناس بشكل عشوائي، ولا عشان سرق فلوس البلد، ولا عشان باع تيران وصنافير. دعوه ضد وزير الداخليه في اختفاء النجار وعز الدين. مصطفى النجار عضو مجلس شعب سابق اختفى بقاله اكتر من 300 يوم، يمكن لانه مثلا كان بيفكر يرجع تاني للسياسه، او خوفا من انه يفكر يترشح مره تانية. الجن الازرق ما يعرفش طريقه، واهله متاكدين انه عند الامن، لكن الامن بينفي على لسان ضياء رشوان اللي المفروض انه صحفي مش مخبر. اما ابراهيم عز الدين فهو باحث في المفوضيه المصريه بيعمل اوراق بحثيه عن العمران في مصر، يعني المفروض انه بيقدم حلول في شكل ورق نقدي، لكن للاسف اختفى ومحدش يعرف عنه حاجه. هيظهر امتى؟ الله اعلم. عدم قبول دعوه اسقاط الجنسيه عن ابنه محمد مرسي. توزع من جنسيات الحاجة والدتك، تحس اننا فاتحين كشك جنسيات نبيع الجنسيه للي يعجبنا واللي ما يعجبناش نسحبها منه. مش كفايه قمع لعيله مرسي بقى، سجنتم ولاده وقتلتوه هو شخصيا، وعاوزين تسحبوا الجنسيه من بنته؟ فجر في الخصومه والله. مصر المقاصه تساهم مع جهات سياديه في تاسيس شركه لانترنت الاشياء. قريب جدا الجهات السياديه هتبيع البوكسرات في الشارع، ده اذا ما كانتش عملت كده فعلا. للحد من حالات الطلاق، اغلاق المقاهي بالاسماعيليه الساعه 1 صباحا صيفا. ده خبر بجد والله، مش واحد مألفه عشان يهزر. سياده اللواء محافظ الاسماعيليه قرر يقفل القهاوي الساعه 1 بالليل في الصيف و12 بالليل في الشتاء. ليه يا سياده اللواء؟ قال لك للحد من معدلات الطلاق. دي دراسه عاملها سياده اللواء وهو قاعد في الحمام، هو حد هيراجع وراه يعني؟ دان غاز الاماراتيه في طريقها للخروج من مصر. مش عارف اذا كان الخبر ده ليه علاقه ان الامارات بتفسح المجال لغاز اسرائيل ولا ايه بالظبط. اصل تنسق الاخبار بيوحي بكده. الاسبوع اللي فات عرفنا اننا بسم الله ما شاء الله الغاز اللي كنا بنصدره لاسرائيل هنستورده بعد 4 شهور وهندفع 15 مليار دولار بس. ده مش كلامي، ده كلام وزير الطاقه الاسرائيلي لرويترز. طب محدش هيقول لنا هنعمل ايه بغاز حقل ظهر اللي هيخلينا الدوله رقم 1 في تصدير الغاز. بدء السماح للزائرين بتصوير الاثار والمتاحف بالمحمول، ده انجاز كبير يا اخوانا، ما تستهتروش بيه. انتوا عارفين يعني ايه هتصوروا المتاحف عادي؟ امال قبل القرار الحكيم ده كانوا بيعملوا ايه في المتاحف؟ صح، كانوا بيسرقوا الاثار مش بيصوروها. حظر حسابات مصريه مزيفه على فيسبوك يديرها متهم بالتحرش من الامارات. الفيسبوك قفل عشرات الحسابات اللي بيتابعها ملايين بعد اكتشافه انها لجان الكترونيه سياسيه. الفيسبوك نفسه اعلن ان الحسابات بتديرها شركه داخل مصر وليها مقر في الامارات، وان من بين الحسابات دي اللي تابع للحكومه السعوديه بشكل مباشر. دي بقى اسمها اللجان الالكترونيه، كل ما تكتب بوست مش عاجبهم او مؤثر هتلاقي فيه شويه دبان اتلم على البوست عشان يحاول يوجه الراي العام للحته اللي هو عاوزها. هتلاقيهم بيحيوا الملك وبيشكروا في السعوديه والسيسي، وكلامهم كله شبه بعضه على سبيل ان هم يخلقوا شكل وهمي لتأييد شعبي مش موجود اصلا. اللجان الالكترونيه
الإلكترونية دي بيتصرف عليها ملايين الدولارات في مصر والسعودية والإمارات، ودي اللي تم اكتشافها بس، الله أعلم باقي اللجان المنتشرة واللي محدش يعرف عنها حاجة. رئيس حزب التجمع يجب حذف الدعم عن الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية. الإجراء اللي هو متعلق بأن البطاقة التموينية طالما هو نفسه المواطن بيدفع جزء من تكلفتها بشكل ضرائب، لكن إذا خد أكثر من حقه هو وآخرين بيغور على حق أسرة تانية وولادها، فيبقى لازم نحدد على المستوى القومي والوطني العام إن أنا ومراتي وثلاث عيال. يعني ده الطرح بتاعك تشريعيا من خلال بطاقة التموين مثلا؟ بطاقة التموين أنا ومراتي وثلاث عيال، الرابع أشيله أنا بقى، مش الثالث. ها؟ مش الثالث أو الثالث، مفيش مشكلة. أنا أميل للثالث بس يعني عشان ما نبقاش بناء يعني الأسر الحديثة والشباب نعمل حاجة ضد الواقع قوي يعني. الواقع اتنين دلوقتي صدقني. الواقع دلوقتي اتنين. اتنين كويس، إنما ده في التشريعي. الراجل بتاع التجمع بيطبل على قد ما يقدر، قال لهم اللي يجيب طفل رابع يترفع عنه الدعم. المذيع قال له مش اتنين؟ ردوا قالوا يعني انا اميل للاتنين. ما هو السيسي عاوز يمشيها اتنين بس، تقوم انت بتاع التجمع تخالف كلامه وتقول ثلاثة؟ دي فيها حبس وقفل قناة يا عم. بصوا، بما انكم شايفين ان الفقراء هم السبب في الفقر وان الخلفة هي السبب في الازمات الاقتصادية، اي حد يخلف احبسوه من غير اكل ولا شرب لحد ما يموت، فعياله هيموتوا من جوع هم كمان، ويبقى حلينا ازمة الكثافة السكانية. حلو الاقتراح ده، ينفع مع شوفينية حضراتكم يا نشأة الديه يطالب باقرار غرامات مالية على الزواج للمرة الثانية والطلاق للحد من هذه الظاهرة. انا بسأل تشريعيا ليه ما يبقاش عندي لما اجي الزوج الثاني، الزوج الاول نبارك له نبعت له ورد كدولة، الزوج الثاني يدفع له 5000 جنيه، الثالث 100000 جنيه مش قادر، الجواز الثالث يدفع له 105000 جنيه. انا بتكلم بشكل فعلا احنا عندنا مشكلة في مصر. اتنين الطلاق، الراجل طلق اول مرة عشان احد من الطلاق والشيوخ مش راضيين يعملوا طلاق خشافة وغيره، يا سيدي روح طلق ادفع 50000 جنيه. هظبط المجتمع بهذا الكلام؟ يعني احنا كده بالصلاة على النبي هنرفع الدعم عن الطفل الثالث لحد ما يموت لوحده، واللي هيتجوز يدفع غرامه، واللي هيطلق يدفع غرامه. طب ما تطبقوا غرامه على اللي هيمشي في الشارع او يقف، واللي هينام او يصحى، واللي هياكل او يشرب، عشان اقتصاد الدوله ينتعش كده ونحارب الاخوان. نشأة الديه الناس تنجب اطفالا انتقاما من الدوله. الله يمسخر الراجل ده، الناس عماله تخلف عشان تنتقم الدوله. تقولش الدوله مثلا بتصرف عليهم بجد؟ ده انتوا قربتوا تدفعوا الناس فلوس وغرامات على الوقفه في البلكونه. نشأة الديه، مصر اصبحت منصه لتجاره الغاز في العالم. والله نشأة مصر على ايدك اصبحت منصه لتجاره في العالم. احنا كنا لسه بنقول مصر هتشتري الغاز من اسرائيل، بقت منصة العالم دلوقتي. لاعب شباب اليد اخذنا 7800 جنيه مكافأة الفوز ببطولة افريقيا. عبد الرحمن، حد فيكم لازم يصرح؟ مكسوفين يعني تقولوا الرقم للدرجات دي؟ مش مكسوفين على حاجة. طب كام؟ انت صريح قول لي. كان 7800. انا 7800. كام؟ 8000 جنيه؟ دي مكافأة بطولة ايه؟ افريقيا. اتكلم بجد؟ اشتريت بيهم ايه؟ عربية؟ الشباب دول نجحوا في حصولهم على المركز الثالث عالميا في كرة اليد، وحصلوا على الميدالية البرونزية بعد فوز على البرتغال بنتيجة 37-27. اتكرموا بالمبلغ التافه ده لانهم ببساطة محدش سلط عليهم الضوء. لكن ما تقلقوش، احمد موسى هيعوضهم عشان حاسس ان هم اتظلموا قوي. احمد موسى شاف ان هم ما خدوش حقهم فقرر يعوضهم بورد. انا نفسي عايز الناس دي ربنا يكرمهم بحج او بعمره بعد ما ناسك الحج، لو ما عرفناش نطلعهم حج حد يدعوهم. انا بقول اهو على هوا الله، يستحقوا كمنتخب، مش كره القدم بس اللي عندنا. وانا هكر يعني ورد احسن من 8000 جنيه. مبروك مبروك. يعني انت زعلان عشان ما تكرموش غير ب 8000 جنيه، تقوم تجيب لهم ورد ب 50 جنيه؟ طب ما تجيب شويه فول وطعميه او مخللات اوفر يعني، وهو حتى يعوض السعرات الحراريه اللي حرقوها في كاس العالم. الاعلى للجامعات يفتح باب التقديم لتصميم ميداليه لمكافحه الارهاب. هم دلوقتي بيكافحوا الارهاب بميداليه؟ طب ما تحاربوه بودره صراصير يا جماعه. سيد علي يدعم خالد صلاح في معركته ضد الاخوان. الاخوان مغلوله من امهر الصحفيين. خالد صلاح رئيس تحريري اليوم السابع، حمله رخيصه جدا معموله على خالد صلاح. انا ما عنديش مانع نختلف سياسيا ونطلع نتكلم ونطلع نجادل بعض سياسيا كما نشاء، ولكن الحقيقه ما يحدث مع زميلنا خالد صلاح ومع احمد موسى ومع نشأة الديه ومع محمد الباز ومع كل الصحفيين والاعلاميين المصريين اللي بيتكلموا ويدافعوا عن مصر ويدافعوا عن مؤسسات مصر من قبل قنوات الاخوان شيء رخيص جدا ويليق بهم. الحقيقه ما يحدث مع خالد صلاح الحقيقه جايبين مؤلفين مفبركين بوست عليه بيتكلم على بشكل غير اخلاقي على انه على انه على انه الحقيقه. تخيل واحد بيقول على خالد صلاح واحمد موسى ونشأة الديهي ومحمد الباز زملاء، يبقى ده نقول عليه ايه؟ لا، وشاطر قوي في انه يزنق اي حد ضد في ركن الاخوان. اي حد يقول حاجه مش عاجباكوا لازم يبقى اخوان. اي تهمه سهله ومش هتكلفكوا كتير يعني. توفيق عكاشة ينفعل على الهواء، لا يوجد اعلام ولا ثقافه ولا ضمير يقول للناس الصح والغلط. وكلام من في اوروبا
وفي امريكا. احنا عندنا بقى يا عم احنا نوسخ هدومنا. تحولت القرية الى مستهلكة فاشلة، الى قرية مستهلكة فاشلة، علشان مفيش اعلام ولا في ثقافة ولا في علم ولا في ضمير ولا في حد يقول للناس انت كده غلط وكده صح. عكاش عندك حق والله، مفيش اعلام ولا ضمير ولا حد يقول للناس كده صح وكده غلط. بس خلي بالك عكاش، الكلام ده يودي ابو زعبل، بلاش موضوع الغلط والصح والضمير ده عشان ممكن يزعل اللي فوق. وبعدين اتفضل انت ترعت المفهومية وبرميل الضمير الصحي، عرف الناس الصح والغلط. توفيق عكاشة، مؤسسة بلومبرج، تؤكد أن الجنيه المصري هو ثاني أفضل عملة في العالم. النهاردة يا سعادة الباشا أنا كلمتكم في الحلقة اللي فاتت عن موضوع الجنيه المصري. شوف بقى المؤسسة بلومبرج مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، مسؤولة عن التقييمات وبتدي رؤيتها مش في مصر، في كل دول العالم. في 2015 قالت أن الجنيه المصري هو أحد تاني أسوأ عملة في الشرق الأوسط. 2015. النهاردة في 2019 نفس مؤسسة بلومبرج بتقول إن الجنيه المصري هو تاني أفضل عملة على مستوى العالم في 2019، وارتفاع صافي الاحتياطي إلى 44.4 مليار دولار. الله عليك عكس، ايه الثقافة دي يا اخي؟ بس جنيه ايه اللي تاني افضل عملة في العالم؟ ده الدولار ب 16 جنيه ونص. امال ايه حكاية ان اليورو والدولار والجنيه الاسترليني والعملات الاوروبية دي اقوى عملات العالم؟ يا عكاشة ده الناس قربت تمسح بالجنيه اوفر من المناديل. احمد موسى يبكي على الهواء بسبب الفقراء والغلابة، الرئيس مش هيسيبهم كده. بلد شايفاكم واحد واحد وجايالكم بالمبادرة السيد الرئيس شخصيا. حياة صعبة، حياة صعبة، مش لاقي. انا عارف ان انت مش لاقي، في ناس مش لاقية، في ناس ما بيلاقيش تمن الدواء، ما بيعرفش يتعالج، والله في ناس ما بتعرف تتعالج، في ناس بتموت مش عارفة تتعالج. هو ده الحال. هنكذب؟ مش هنكذب. عايزين شغل كتير، عايزين فلوس كتير، بس ما صدقنا حد فكر ان انا ابص على الناس دي. الناس دي كانت ماتت، والله العظيم كانت ماتت. ناس يا جماعه يعني بيحمدوا ربهم، ما حدش فيهم. ناس بتبقى محتاجه ما بيقدرش يطلب. سيبنا الناس يعيشوا مع حياتهم. لا، عندنا الرئيس مش هيسيب المصريين كده. والله هو من ناحيه مش هيسيبهم كده، فهو فعلا مش هيسيبهم الا لما يقضي عليهم. احمد يا موسى، ده الرئيس بيقضي على الفقراء والغلابه، كل ما يحس بالزهق شويه بيغلي عليهم الاسعار. يعني لما نتكلم عن غلاء الاسعار في عهد السيسي، فهو غلاها 5 مرات من اول ما حكم لغايه دلوقتي. مش عارفين لما يوصل ان شاء الله لسنه 2050 هنشتري علبه المناديل بكام الف جنيه. الرئيس فعلا مش هيسيب الفقراء الا وهم في القبر، ويمكن وهم نازلين القبر يقفوا ويقول لهم انا عاوز كارت نزول القبر وضريبه نوم تحت ارض مصر. قتلى ومصابون في انفجار نتج عن تصادم سيارات بقلب القاهره. للاسف اتقتل 19 شخص في الانفجار ده واصيب اكتر من 30. اليوم السابع كانت بتقول انها مجرد انبوبه اكسجين انفجرت، ده في الاول يعني على سبيل انها يعني تلحق نسبه المشاهده العاليه من غير تدقيق في مدى صحه الخبر. بعض المواقع قالت انها بسبب حادث تصادم سياره قدام معهد الاورام، وبعدها وزاره الداخليه المصريه قالت ان الانفجار كان بسبب عربيه ماشيه عكس الاتجاه وخبط في 3 عربيات. يعني انا مش عارف مدى دقه الاخبار دي، مش قادر افهم ازاي طريق عادي زي ده يحصل فيه تصادم بين عربيات فتؤدي للانفجار الهائل ده. العربيات لما بتعمل حادثه على الدائري ما بيحصلش فيها كده، وخاصه ان في مصدر قال لموقع بي بي سي ان الشرطه لسه بتدور على اسباب الحادثه وهويه سايق السياره المتسبب فيها. مش فاهم لما انتوا لسه مش عارفين السبب بتعلنوا حاجات غير منطقيه ليه. وفي النهايه السيسي نزل تويته يقول ان اللي حصل ده عمل ارهابي، ومن ساعتها الدنيا اتقلبت. الدوله كلها مستنيه السيسي يقول لها تقول ايه وتدير ازمه زي دي ازاي، والاكيد ان بعد ده كله برضه ما احناش عارفين ايه اللي حصل وليه لغايه دلوقتي، ومين اللي من مصلحته يتوه القضيه كده. عموما ده مش جديد علينا، طول عمرنا عايشين مع مؤسسات معدومه الشفافيه، وطبعا ما عندهاش كفاءه انها تتعامل مع الحوادث الكبيره اللي زي دي. يعني الله يرحم كل اللي ماتوا ويصبر اهليهم وينجينا من العبث المنتشر في كل ركن من اركان البلد. تامر امين، منظمه العفو الدوليه تستقطب عناصر شبابيه للعمل لديها للتجسس على اوضاع البلاد. ان انا افتح السوشيال ميديا فلاقي اعلان عن مطلوب جاسوس، دي جديده لنج. هم طبعا مش كاتبين مطلوب جاسوس، بس المواصفات كلها تنطبق على جاسوس. عميل مطلوب، عميل ينخور في بلده وهنديله فلوس. انا بكلمكم عن منظمه دوليه معروفه جدا جدا جدا، ذائعه الصيت عالميا، اسمها منظمه العفو الدوليه. هي منظمه هتك حقوق الانسان. يعني منظمه العفو الدوليه اللي بتشتغل على حقوق الانسان في العالم كله سابت كوكب الارض وعاوزه تتجسس على مصر. تشويه المنظمات الحقوقيه اللي مش على هوا النظام شيء متعمد، وخاصه المنظمات اللي مش شبه المجلس القومي لحقوق الانسان. انتوا عاوزين منظمات
تطلع تقول ان السجون المصريه جنه وحقوق الانسان بتعيش ازهى عصورها في عهد سيادته، وان اللي مش محبوس في اسم شرطه الطلبيه فايته كتير. بالمناسبه يعني مش دفاعا عن منظمه العفو قد ما هو احقاقا للحق، المنظمه دي بتشتغل بشكل معلن وكل متطوعيها في العالم بيدافعوا عن حقوق الانسان بشكل علني وبيفتخروا بده. التجسس ما هوش كتابه تقارير بتدين قمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الناس الغلاب، لكن الجاسوس هو اللي بيتحالف مع اسرائيل ويبيع الاراضي للسعوديه برضه لصالح اسرائيل، وبينعش اقتصادهم وبيطفي حرائقهم بالطيارات ويروح يعيط في جنازاتهم ويتهم المقاومه بانها ارهاب. ريهام سعيد بعد شفائها من مرضها: انا دلوقتي ما بقاش عندي ودان، مجرد شكل بس. ان ودانك دي انت عندك ودان عادي صح؟ انا دلوقتي ما بقاش عندي ودان، ما عنديش زيكم التدويره اللي هنا دي، ما عنديش عندي لحمه، ما عنديش عظم، ما عنديش ودن، شكل بس، هي شكل بس. بقى لك ايه ده، انت عييتي عشان قلتي ما تتعاطفوش مع وفاة مرسي. معقوله ربنا يعني ده في ناس ملحدين وربنا سايبهم وعايشين وكويسين وكل حاجه؟ بالعكس، دارهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هيجي عندي انا هيعيني وهيبتليني هذا الابتلاء الجميل عشان انا ما تعاطفتش مع مرسي؟ دي هل انتوا شايفين ان انا مثلا شكلي وحش هنا محتاجه تجميل في اي حاجه؟ يعني دي 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 صورتي السنه اللي فاتت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ودانها ما فيهاش غير لحمة يا جماعة، وعيد الأضحى داخل. طب يا جماعة، هو مش شماتة في مرض حد والله ولا حاجة، بس هنفترض إن أستاذة ريهام سعيد عيانة. السؤال هنا، إحنا مال أبونا؟ يعني ليه تحسسينا برضو حتى وأنت عيانة إننا جمهور ما عندوش دم وما بيحمدش ربنا على ودانه؟ الناس دي يا جماعة ما بتفوتش أي فرصة إلا ولازم تستغلها. يعني أنت عيانة مع إن مش باين عليكي يعني، لأن لو أنت دلوقتي بمنظرك ده من غير ودان ومناخير فده معناه إنك لما كنت بودان ومناخير كنت كده. المهم، إيه علاقة ده بمحمد مرسي؟ هل حديث الساعة دلوقتي إنك عيانة عشان ما تعاطفتيش معاه؟ انا ما شفتش حد بيقول كده خالص الصراحه. انت يا ريهام بتخلقي لنفسك حاله عاوزه تعيشي فيها، عاوزه تحسي ان الخلق كلهم ما وراهمش حاجه غيرك. ترامب بيجتمع مع السيسي وحكام العرب عشان يتكلموا على حالتك، حسن شحاته هيدرب المنتخب عشان نكسب وحالتك النفسيه تتحسن، علماء الاحياء والفيزياء والكيمياء والحساب واللغه العربيه قاعدين على قهوه البورصه عشان يشوفوا هيعملوا ايه في ودانك. ارحمينا يا ريهام عشان المراره اتفقعت. انت دورك في حياه المصريين لا يقل عن دور الدبان والناموس بالظبط والله. لو تقول لك شايفين يا جماعه انا حلوه واموره ازاي ومش محتاجه عمليات تجميل، يعني انت عاوزه تقنعينا ان الصورتين دول لنفس الشخص؟ فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. انا لو روحي في واحد وبموت فيه وبموت في التراب اللي هو بيمشي عليها وهيجي يقول لي انا هجوزك بس لو مش هيكمل الكلمه، مش هيكملها. قلبي عامل في رمز. للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.